أكمل مجلس النواب الأحد في جلسته المسائية مناقشة البيان الوزاري، ولم تختلف مطالباتهم ومحاورهم عن الجلسة الصباحية، خصوصا فيما يتعلق بخفض النفقات الحكومية ودمج الهيئات المستقلة. وجدد بعض النواب مطالبتهم الحكومة بمحاسبة الفساد والمفسدين. أنا أقول لا بد من أن تبقى بلدية الجيزة وأن يتم استحداث بلدية في بلدة نتن، وأيضا دولة الرئيس هذه القرى بحاجة، لا بد أن يكون هنالك قضاء في بلدة نتن وترفيع قضاء رجو الشامي وأم الرصاص إلى ألوية. أنا أعلم تماما بأن هذه الحكومة جادة، لكن لعلي أمتحن هذه الحكومة مجددا. السؤال من خلال الرئاسة الجليلة لدولة الرئيس المكلف عمر الرزاز، ماذا يمنع الأردن من أن يصبح بوتسوانا أخرى؟ ما الذي يجعل الأردن ينخفض في مؤشر الشفافية من المرتبة 37 إلى المرتبة 59 في سنوات معدودة؟ وماذا ستفعل حكومتك لنعود في أعلى التصنيفات في المعايير العالمية بعد أن صرنا في المراتب الأخيرة؟ يا دولة الرئيس، أنا لا أعرف بوتسوانا إلا بالاسم، لكني وإياك والزملاء الكرام نعرف الأردن وضانا ورأس النقب والديسة ووادي السيق ووادي عربة والبتراء ووادي ملقا ووادي خالد ووادي أبو خشيمة، والقائمة تتسع ولا تضيق، وكلها يقول الجيولوجيون بوجود ثروات فيها. وفي سياق الثروات، لا أعرف كيف تبرر الحكومة استمرارها في اتفاقية فاشلة التي تعرف باتفاقية الغاز عديمة الجدوى الاقتصادية، اتفاقية مخفية عن الشعب والأدرى أيضا عن ممثلي الشعب. في أقل من عامين من عمر المجلس 18 مررنا بثقة، فطرح ثقة فثقة جديدة، وفي كل محطة من هذه المحطات تضاف نقاط أحسب أنها سلبية أو سوداء، مثل نقاط السير الجديدة إلى سجل مجلس النواب. فالمجلس في حس المواطنين كان غطاء لتمرير كل القرارات التي مست حياته وجيبه، ولذلك ظهر في آخر استطلاع قدمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، استطلاع شهر تموز 2018، أن شعبية مجلس النواب تأتي في نهاية القائمة وبنسبة 14%، وأول مرة تكون شعبية مؤسسة مجلس النواب حتى أقل من شعبية الأحزاب، وهذا برأيي أخطر مؤشر لدولة تحترم مؤسساتها. ملفات الفساد ورفع الغطاء عنه، فهل يقصد البيان ذلك حقا؟ وهل ستطال الملاحقة كبار الفاسدين الذين يعرفهم شعبنا جيدا، أم أنه سيبحث عن أكباش فداء كما جرت العادة؟ ثم ألا يعتبر التفريط بمقدرات الدولة العامة مثل الفوسفات والبوتاس والاتصالات والمياه والكهرباء والإسمنت وغيرها فسادا يستجود بالمحاسبة وإعادة ملكيتها للدولة؟ خمسة، هل تستطيع الحكومة صنع قانون للضريبة التصاعدية يطال الأرباح الخيالية لحيتان السوق والبنوك؟ ستة، هل تنحصر مشكلة التعليم بالرسوم العالية للمدارس الخاصة على أهمية ذلك؟ وهل تنحصر أيضا بالتعليم والتلقين؟ وقرر النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية رفع الجلسة إلى صباح يوم غد الاثنين لمواصلة مناقشة البيان الوزاري. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.